سؤال حلقتنا النهارده، تتوقع مين هو اللي هيقود هجوم النادي الاهلي في المباراه النهائيه لدوري ابطال افريقيا قصاد الترجي التونسي ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه الساعه 9 على ملعب رادس؟ استنى اجاباتكم طبعا زي ما قلت لكم على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصه بالقناه. لكن دلوقتي خلينا نبتدي باهم العناوين. بعثه الاهلي تصل لتونس برئاسه الخطيب. استقبال طيب للبعثة في مطار قرطاج. الفريق يؤدي أول تدريباته اليوم بتونس استعدادا للترجي. الأهلي يحتج رسميا على عقوبة أزارو ويطلب تفسير لها. كارتيرون جاهز بالبديل الهجومي المناسب بعد إيقاف أزارو. وزير الرياضة وأبو ريدة يدعمان الأهلي في نهائي أفريقيا. محمد صلاح يقود ليفربول الليلة في مواجهة النجم الأحمر في دوري الأبطال.